يلا يا ابني اعمل لك هيمه ومشي زباين امال. الله شد حيلك وانت واقف كده اعمل اي حاجه. اهلا مصباح يا فندم. السلام عليكم يا معلم. عليكم السلام ورحمه الله. فين الحاجه اللي طلبتها؟ كله جاهز من بدري كله تمام. هات يا ابني حاجه مصباح يا فندم. ده بقى البلح والخروب والفشار. طب اعمل ده السوداني بعيد الفطره يا مصباح افندي. الشمع الشمع يا ابني بتاع مصباح افندي. اعمل لك هنا شويه معايا. ما قلتليش يا مصباح افندي. نعم. ولد ولا بنت؟ لا دي بنت عبير يا معلم. هات يا ابني قول لك ست عبير. ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. ربنا يخليك. لا لا طيب كان الله في عونك يا مصباح افندي. شكرين قوي. ربنا يستر. افندي ما خير ايه؟ لسه ما جاش مصباح افندي؟ لسه بيه. الله يكون في عونه. المولود الجديد ما بيخلوش يعرف ينام ابدا. ما حدش طلب منك تدافع عنه. اتفضل. اول ما يوصل خليه يجينا هنا حالا. حاضر يا فندم. اهو وصل يا فندم. صباح الخير. صباح البنور على عيونك يا خيري بيه. تقدر تقول لي ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ كنت براجع الحسابات يا فندم. سهرت فيها الوش الفجر. ده ما يمنعكش انك تيجي في المواعيد.
حاضر يا فندم، تحت امرك، مش هتكرر. ولما حضرتك هتراجع المستندات بنفسك هتعرف قد ايه انا تعبت فيها. اتفضل روح شوف شغلك، ولو اتاخرت مره تانية انا هخصم لك اليوم. حاضر، مش هيحصل يا فندم، مش هيحصل. تعيش وتاخد غيرها يا مصباح افندي. بقول لك ايه، انا مش ناقصك انت كمان. اتفضل روح خليهم يعملوا لي فنجان قهوه. هجيبهولك بنفسي. اوعى يكون خصم لك اليوم. يا ساتر، فال الله ولا فالك. امال مالك متضايق من ايه؟ ابدا، عبير طارت النوم من عيني. عيني يا عيني، عيني يا عيني على الحب. من امتى بقى يا سيدي وفين؟ معقوله يا مصباح افندي؟ هو ايه اللي معقوله؟ كلام اللي انت بتقوله ده، عبير دي تبقى المولوده الجديده. مش تقول كده من الاول. لا مؤاخذه يا مصباح افندي. لا ولا حاجه، عصا الخير. اتفضل القهوه يا مصباح افندي. خد من يد من يعدمها. افندي مش هتبيه. انده لي مصباح افندي حالا. حالا يا فندم. خيبي عايزك يا مصباح افندي. حاضر. غندور. افندي مستهاني. هات لي كوبايه شاي وكوبايه مي. حاضر يا فندم. خير يا خيري بيه، ان شاء الله تكون مبسوط من شغلي وراضي عني وتديني علاوه بمناسبه المولود الجديد. علاوه ايه يا اخينا انت؟ ده انا هخرب بيتك. الله، ليه بس كفر الله شر بيه؟ اتفضل اتفضل يا استاذ، راجع على الكشف ده وانت تعرف ليه. كله تمام يا سعاده البيه. بقى ده كله تمام يا مصباح افندي؟ ان شاء الله كله تمام يا فندم. الله، ده ايه؟ اتكلم. غلطه بسيطه، قال لما لياسه سهو يا فندم. سهو؟ 20,000 جنيه سهو؟ عايز تخرب بيتي بطريق السهو يا مصباح افندي؟ لا 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 لا، انت بقيت انسان غير طبيعي، تصرفاتك كلها غير طبيعيه. انا لا يمكن اشغل عندي انسان غير طبيعي. الله يجازيك يا عبير، هي السبب. وبتعترف كمان قدامي؟ مش مكسوف من نفسك يا مصباح افندي؟ عبير بعد السن ده؟ طيب خلي عبير تنفعك يا فالح. يا افندم ولا كلمة. عبير دي المولودة الجديدة، ومن ساعة ما اتولدت ما بطلتش اقواء، عشان كده ما خلتنيش اعرف اراجع. افهم من كده بقى ان الكشوفات دي كلها غلط؟ لا يا فندم، الكشف ده بس. ايوه هو ده بس، عشان انا رجعت وش الفجر. اتفضل يا استاذ، روح راجع حساباتك، مفيش مرواح قبل ما تخلص مراجعة، مفهوم؟ امرك ساعة البيه. حاضر، امرك يا فندم. انا صفحت عنك المره دي عشان خاطر المولوده الجديده، لكن بشرفي اي غلطه تانيه مش هتهاون ابدا، فاهم؟ دي فلوس يا مصباح افندي، فاهم يعني ايه فلوس؟ مفهومه سعاده البيه، دي غلطه وعدت، غلطه غير مقصوده، وحضرتك تعرفني من 20 سنه وحساباتي طول عمرها دقيقه. خلاص اتفضل روح شوف شغلك. ارجوك ما تخليش حكاية الغلطة دي تكون السبب في حرماني من العلاوة اللي انا طلبتها. وكمان ليك عين تطالب بعلاوة؟ اتفضل يا فندي روح على مكتبك شوف شغلك. دي غلطة بسيطة بقول لك روح على مكتبك. اسمع الكلام يا مصباح افندي. حاضر. راجل ما عندوش ذوق صحيح. روق امال يا سعادة البيت، ما تاخدش على كلام مصباح افندي. الحقني بكوبايه ميه يا غندور. حاضر. ما تعكرش دمك يا سعاده البيه، صحتك بالدنيا بقى ده وقته تغلط في 20,000 جنيه وبعد كده تقول له عاوز علاوه؟ دي غلطه على الورق وضروري كنت هكتشفها قبل ما نبعت الحساب على البنك. يلا كل واحد يروح على مكتبه احسن، سعاده البيه خارج دلوقتي ولو شافكم كده هيعمل لنا ازعرينه. عندك حق، اتفضلوا روحوا شوفوا شغلكم. كده برضه يا مصباح افندي تخلي البيه يغضب وترجع له الازمه، يعني لو حصل له حاجه دلوقتي هيكون بسببك. بسبب انا؟ بقول لك ايه؟
انا مش ناقصك انت كمان. اسمح يا فندي، مفيش مروح قبل ما تخلص مراجعه، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. امال فين الاله الحاسبه؟ الاله الحاسبه ملهاش امان يا فندم، بتغلط كتير. امال مخك اللي له امان؟ دي غلطه غير مقصوده. سلامتك الف سلامه، اجي اوصلك سعاده البيت. لا شوف انت شغلك. ولا يهمك يا مصباح افندي، انا مستعده اقعد وراجع معاك. شكرا يا بنتي، كفايه عليك شغل المكنه. مكنه ايه؟ ان كان على شغل الاله الكاتبه انا ممكن اجله، بس انا فعلا مستعده افضل وراجع معاك. يا بختك يا مصباح افندي، امال احنا مالنا؟ ملناش بخت. يلا محدش قلبه علينا. يا ساتر عليك، ده بدل ما تقوم وتساعده. انا اشكر شغلك قوي يا ليلى، انا شغلي الحمد لله ماشي كويس. كل ما في الموضوع ان المولوده الجديده قلقتنا حبتين. حد قال لكم تخلفوا؟ يا ساتر، ما تاخدش على كلامي يا مصباح افندي، صدقني انا مستعديه فعلا افضل معاك ان شاء الله للصبح لحد ما تراجع شغلك. شكرا قوي يا بنتي، اتفضل انت شوف شغلك. اطلب لك الدكتور احسن يا خيري. لا لا مفيش داعي للدكتور، ازمه وعدت. دي تاني مره جيلك الازمه النهارده، انا بقول اطلب الدكتور احسن. لا لا اطمني، انا بيت كويس. انا شايفه ان صحتك اليومين دول مش كويسه، يا ريت تاخد كام يوم اجازه على صحتك ما تتحسن. هيحصل يا سميحه، بس بعد ما عين مدير شؤون ماليه واداريه مكان رجب افندي. بس لو كنت تسمع كلامي وتخليني امسك لك اداره الشركه، من ناحيه هتوفر مرتب كبير، ومن ناحيه تانيه شيل عنك حملان الهم. لا لا يا سميحه، ابعدي انت خالص عن الدوشه دي، انت مش قد مسؤوليه الشؤون الماليه. ابعدي خالص عن الدوشه دي. بابا مالك يا بابا؟ هو بابا نايم ليه يا ماما؟ مش تقولي الاول سلام عليكم؟ اصلي لما شفتك نايم خفت لكون الازمه رجعت لك تاني. لا لا يا حبيبي اطمن ما تخافش، انا اصلي يا سيدي رجعت بدري شويه قلت استريح حبتين. يلا حبيبي روح غير هدومك على ما احضر لك الغدا. حاضر. على فكره يا سميحه، انا عملت اعلان في الجورنال عشان مدير شؤون ماليه واداريه للشركه. هقول لك ايه، طول عمرك كده ما بسمعش الكلام، في الاول خلتني سبت شغلي ودلوقتي مش عاوزني اقف جنبك واشيل المسؤوليه بدل الغريب. سميحه كفايه عليك انت دوشه البيت ومسؤوليه هاني. بقى ده اسمه كلام يا راجل انت؟ بقى تغلط في الحساب وبعدين ليك عين تطلب من الراجل علاوه؟ يا عديله افهميني، قلت لك دي غلطه قلم والقلم بيغلط يا عديله. القلم بيغلط يا عديله؟ ليه يا اخوي؟ هو انت اللي بتحسب ولا بسلامه القلم اللي بيحسب؟ هي دي، ايوه هي السبب، عبير السبب في كل اللي حصل. بسببها كنت هترفد وبسببها الازمه رجعت للبيت. بس فلا هتقولي لي دي طالعه مساعده. حجج ايه يا راجل اللي انت عمال تتحججها دي؟ اما اقوم اشوف البيت احسن، ده انت كلامك هينقطني. انا برضو اللي كلامها هينقطها ولا هي اللي كلامها زي الدبش يسد النفس؟ يا ناس حتى مراتي شريكه حياتي مش قادره تفهمني. ما فيناش من الغيره من دلوقت، احنا لسه على البر. الله انت بتهدديني ولا ايه؟ انا مش بهددك، وبعدين مصباح افندي ده قد ابوي، انا مش متصوره انك ممكن تغير من واحد قد ابوي. انا بغير منه لانك بتديله اهتمام اكتر من اللازم. بقول لك ايه، بلاش تفكيرك الضيق ده، بعدين مصباح افندي ده انسان مسالم، مثال للراجل المكافح، بس للاسف خيري بيه مش عارف يقدره. اذا كان خيري بيه مش عارف يقدره احنا اللي هنقدره؟ عيب يا مجدي عيب، ما تنساش انه زميلنا. خلاص يا ستي تحيا الزماله، خلينا بقى نتكلم في مستقبلنا وايامنا اللي جايه. ان شاء الله تكون راضي عني حضرتك. لا كويس يا مصباح افندي، كويس قوي، ارجو انك تستمر على كده. ها انا يا فندم طول عمري كده، بس هي المره اللي فاتت كانت غلطه قلم
ومش هتتكرر. عاوز تقول حاجة يا مصباح أفندي؟ لا يعني بس كنت عايز أكلم حضرتك عن العلاوة و... العلاوة تاني؟ بلاش بلاش، مش هجيب سيرتها تاني. في واحد بيه عايز يقابل حضرتك. إذا كان بخصوص الإعلان خليه يستنى شوية. هو قال لي أدي لحضرتك الكارت ده. الله، خليه يتفضل حالا. أمرك. خيري. عاش من شافك يا محسن. بالحضن يا خيري، بالحضن يا حبيبي. أهلا أهلا. حب يا اخي حضنك عصبائي. اهلا 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 يا محسن، اتفضل اتفضل. شكرا. ها احكي لي، كنت فين الغيبه دي كلها؟ الله، انت واقف كده ليه يا مصباح افندي؟ روح مكتبك. يلزم اي خدمه تانية يا فندم؟ لا شكرا. سلامات. سلامات يا محسن. أنا سمعت إنك أنت بعت نصيبك في الشركة من زمان. فعلا بعته لشريكي، بس ده الكلام ده من يجي 10 سنين أيام بقى. تصور كنت فاكرك واحد من اللي جايين عشان خاطر الإعلان ده. الله، ما تشاهد تلم ورقك يا مصباح أفندي. موظف كفء لكن بطيء حبتين. إعلان إيه اللي بتتكلم عنه يا خير؟ أنا يا سيدي محتاج مدير للشؤون المالية والإدارية عشان يخف عن الحمل شوية. ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش يا مصباح افندي؟ انا قصدي الملف يا فندم، الاوراق بتوقع منه، احنا نشوف ملف تاني غيره احسن. ده ما ينفعناش يا بيه. ومين ده اللي ما ينفعش يا خير؟ الملف طبعا. اما موظف غريب قوي، تصرفاته غريبه وشكله كمان مش غريب عليا. انت قلت لي اسمه ايه؟ مصباح، مصباح نور الدين. الاسم ده مش غريب عليا. مصباح افتكرته. عارف مصباح ده كان بيشتغل عندي في الشركه من يجي 15 سنه في اسكندريه، عشان كده تلاقيه بقى كان بيبص لي طول الوقت. افندم شوف محسن بيشرب ايه. قهوه على الريحه من فضلك. وانا كمان قهوه. امرك يا فندم. ما قلتليش ايه نشاطك دلوقتي؟ لا ابدا، بعد ما بعت نصيبي في الشركه سافرت برا، قعدت كام سنه وعملت كام مشروع، انما يعني ما وفقتش قوي. وحاليا؟ لا حاليا ما فيش اي مشاريع، بس الحمد لله مسطوره الخير كتير. امال سبت اسكندريه امتى؟ سبت اسكندريه؟ معقوله انا اسيب اسكندريه؟ انا هنا في زياره بس، ما اعرفش ايه اللي خلاك خطرت على بالي. قعدت ادور على العنوان لحد ما جيت لك هنا يا سيدي. سلامات. والله زمان يا محسن. قول لي انت اتجوزت ولا لا؟ انا؟ معقوله؟ ليه؟ عايز ندخل النار برجليا؟ ده انا كده عال قوي. ايه؟ ايه الحكايه يا مصباح افندي؟ انت من ساعه ما خرجت من عند خير بيه وانت مش طبيعي. تكونش كلمته تاني في العلاوة؟ هلوتين تراخر. ما تروق امال كده وتقول لنا ايه اللي مزعلك يا غندور. غندور. ايوه ثاني. هات كوبايه شاي لمصباح افندي على حسابي. لا 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 متشكر، مفيش داعي. هو ايه اللي متشكر ده؟ اجري يا غندور هات كوبايه الشاي. شاي لمصباح افندي بس؟ خليهم ثلاثه يا غندور. بقول ايه، ما نخليهم اربعه بالمره. ليه يا غندور؟ احنا ثلاثه بس اهو. ايوه مش انا ربيعكم يا استرايله، مش كده برضو؟ كده برضو. طب اذا كانوا لابد خليها قهوه غندور. وهو كذلك. لكن ايه سبب الاصرار ده كله؟ يكونش النهارده عيد ميلادك وما نعرفش؟ انا كنت بعزم على مصباح افندي كوبايه شاي علشان اروقه، قمت انت كده بمنتال. ولا بلاش؟ بلاش ليه؟ قوليها. خلينا في المهم، عاوزين نعرف ايه اللي مزعل مصباح افندي. لا لا مفيش حاجه يا بنت هلال. ولع لك سيجارة يا مصباح افندي وروق روق كده. امال يا راجل ولا يهمك. وانا ايه اللي هيزعلني؟ الحكاية بس ان الضيف اللي دخل من شوية عند الاستاذ خيري كنت اعرفه قبل كده. طب وفيها ايه دي؟ محسن ده القهوة يا مصباح افندي. لكن ما قلت لناش محسن مين؟ الضيف.
ده اصله راجل يعني مش كويس، ذمته واسعه. هو انا خايف لاكون جاي عشان الوظيفه. وظيفه ايه؟ مدير الشؤون الماليه والاداريه. على فكره انت ليه ما تقدمتش الوظيفه دي يا مصباح افندي؟ انا ايه هتريق عليها الصبح؟ انا بتكلم جد، انت راجل قديم في الحسابات والاداره وخبره طويله. يا اخويا فضنا من الكلام ده واحنا كده عاجبين. لكن انت ما قلتلناش انت تعرف الضيف ده منين. كنت بشتغل عنده في اسكندريه. لا يعني راجل غني يبقى مش جاي علشان وظيفه، يبقى اكيد جاي علشان حاجه تانية. انا اصلي فعلا كنت قررت ان اعتزل كل النشاط من زمان. يا عم دي مشاكل ومسؤوليه بصراحه. خير انت بتحطني في موقف حرج جدا. محسن ارجوك تقدر ظروفي الصحيه. انا عشان كده بقول لك انت بتحطني في موقف حرج. مش عارف اقول لك ايه، انما عشان ما ازعلكش حاضر يا سيدي انا هقبل الوظيفه، بس اسمع دي بصفه مؤقته لحد ما باذن الله صحتك تتحسن. انا الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي يا محسن. اشكرني؟ اشكرني على ايه يا خير؟ خص عليك يا راجل، ده احنا عشره عمر. فين ابتدائي وثانوي وجامعه؟ ده عمر طويل يا خير. بالمناسبه انا موافق على كل شروطك، واذا حبيت تخش شريك انا ما عنديش مانع. لا حكايه شريك دي لا، انا شخصيا فضيت ايدي بعد اذنك من كل شركه. حتى معايا انا كان يساعدني ان ابقى شريك لك، بس ده قرار اتخذته من فتره ومش ممكن هرجع فيه. طيب يا سيدي اللي تشوفه. ان شاء الله من بكره الصبح العاده هيكون جاهز، وحسيب المرتب على بياض تحدده بمعرفتك. انت كده بتحرجني جدا يا خيري. انت لازم تعرف ان انا اذا كنت قبلت الوظيفه دي فانا قبلتها تقديرا لظروفك، مش طمعا في مرتب ولا حاجه. بصراحه انت كده زعلتني منك. امال يعني هتديري الشركه ببلاش؟ بقى ده اسمه كلام يا راجل؟ ده انت كتر الف خيرك انك قبلت. بس انا الحقيقه كده محرج. معلش انا مساله المرتب دي انا حاسبها لتقديرك انت بعد اذنك. وهو كذلك اللي تشوفه. على فكره انت معزوم عندي النهارده على الغدا. من فضلك يا ليلى انسخي لي صورتين من الجواب ده. واخرتها معاك بقى، مش هتبطل شغل القطاعي بتاعك ده. قلت لك 100 مره هات شغلك كله على بعضه. ايه ده انت جايب لي ورقه فاضيه؟ بلاش احراج، انا عازمك النهارده على الغدا. قلت ايه؟ يفتح الله. وط صوتك. طب نتقابل في الكازينو. لا انت ايه حكايتك كل حاجه؟ لا انت ناسي ان خطيبك لسه ما حصلش. ما حصلش؟ هيحصل قريب. يوم ما يحصل يا عم ابقى خدني معاك. اخدك معايا فين يا مصباح افندي؟ انت عارف وانا عارف. اتفضل روح مكتبك خليني اعرف اجمع الكشف. وليك عليا يا عم، يوم ما تنوي مش هسيبك تروح لوحدك. ايه يا محسن ما بتاكلش ليه؟ مكسوف؟ انت لازم تعتبر نفسك في بيتك بالظبط. احنا ما بنعرفش نعزم يا عم. جاهز الاكل مش عاجبك؟ في حد في الدنيا ما يعجبوش اكل ماما؟ لا الحقيقه انا اكلت كتير قوي. الحقيقه تسلم ايديك يا ست هانم. مش بقولك ما فيش حد في الدنيا يقدر يطبخ زي ماما. يا واد بطل لماض. سيبيه على راحتي يا سميحه هانم. الحقيقه انا بحسدك على الجواز يا خير. ما هو انت يا سيدي اللي مضرب عن الجواز. لا 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 انا كده كويس الحمد لله. يبقى انت كده بقى عدو المراه. بالعكس يا فندم، كل الحكايه ان انا مانيش حمل مسؤوليه الحياه الزوجيه. دي حياه كلها التزامات وحد من الحريه، وانا بقى في غنى عن ده كله. لا اسمح لي اقول لك بقى دي نظريه غلط. غلط صح؟ اهو ده رايي في الجواز. انت هتحمل هم الدنيا على دماغك ليه؟ واحنا مالنا احنا؟ ازاي بس يا عديله؟ ده راجل نصاب ومش بعيد يغدر بصاحبه. يا سلام يا اخويا، ما يغدر واحنا يهمنا ايه؟ يا عديله يا عديله افهمي، خير بيه ده راجل طيب وطول عمره خيره علينا. لازم يعرف كل حاجه عن اسمه محسن ده، وضروري انوره. شوفوا يا اخت الراجل، يا راجل واحنا مالنا؟ ثم انا عايز افهم، مش هو ده خير بيه؟ خير بيه اللي طول عمرك تقول عليه ده بخيل وما يديكش العلاوه غير اما يدوخك وراه. اصل انت ما تعرفيش الراجل ده، ده راجل شر وهيستغل معرفته القديمه بخير بيه وينهب اموال الشركه. والله انت باين عليك ناوي تضيعنا. يا راجل حد يعمل كده؟ انا خايفه للي اسمه محسن ده يستقصدك ومش بعيد يرفدك.
يا عديلة افتكري خير يا عديلة. خير؟ والخير يا اخويا هيجي منين طول ما انت حاشر نفسك في اللي ليك فيه واللي مالكش فيه؟ كلم المدير يا مصباح افندي. مدير؟ لكن ده خيري بيه ما جاش النهارده. محسن بيه المدير الجديد. حالا عملت المدير الجديد يا غردور. لا 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 يا خيري لا اطمن، لا ما تحملش هم، لا كل حاجه هنا عالي العال. انا بس مش عايزك تتعب روحك عشان خاطري. ها لا 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 اطمن. اوكي مع السلامه. افندي محسن بيه. اهلا يا انديل افندي. مصباح، مصباح سعادة البيت. صح، مصباح، مصباح علاء الدين. حلو علاء الدين، انت صادق نور الدين. ها ما علينا، اتفضل اتفضل اقعد استريح استريح. اقعد اقعد يا راجل، اقعد واقف ليه؟ خلينا نعرف نتكلم. اللهم اجعله خير. انت قلت حاجه يا انديل افندي؟ مصباح، مصباح، وما قلتش حاجه. تشرب حاجة. متشكر. شو بقى مصباح، بما انك كنت موظف عندي وموظف كفء، انما الحقيقة مش انا اللي فصلتك، شريكي هو اللي فصلك. وبعد كده فصلك؟ نعم. قصدي اقول يعني انه خد الشركة لنفسه. انا اللي بعت له نصيبي، اكتشفت انه راجل غشاش، وعشان كده قلت افض الشركة معاه. عملت طيب. ما علينا. بما انك بقى يا سيدي من أقدم الموظفين هنا وعندك خبرة بالعمل، فأنا قررت إنك تبقى دراع اليمين. وأنا تحت أمرك. عظيم. بس كده بقى عايزك تطلعني على كل صغيرة وكبيرة هنا. جاسوس يعني. جاسوس؟ جاسوس إيه يا مصباح أفندي؟ كوني مدير جديد وما عنديش فكرة عن نشاط الشركة وبكلفك إنك توضح الأمور، ده في نظر الجاسوسية؟ الأستاذ خيري صديقك، ليه ما حاولت تعرف منه كل المعلومات اللي انت عايزها؟ خيري يا أخي عيان ومش عايز أتقل عليه، ثم أنت كنت موظف عندي، مش عيب لما تنورني عشان نقدر ندير الشركة سوا. سوا؟ طبعا يا مصباح، إدارة الشركة دي هتبقى مسؤوليتنا احنا الاثنين، مش كده وبس، أنا هضاعف مرتبك. اسمع مصباح، أنت موظف كفء وعشان كده اخترتك أنت بالذات، وأنا واثق إن اختياري ده في محله. سيادتك قلت انك هتضاعف المرتب. ده بخلاف الحوافز. مدهش. مش كده وبس، انا هنقل مكتبك جنبي هنا عشان تبقى قريب مني. حاجه عظيمه. مبروك عليك الوظيفه يا انديل افندي. حضرتك غلطت تاني. مصباح، مصباح، مش كده؟ لا المره دي مش في الاسم، انا لسه ما وافقتش. تبقى مش وش نعمه بس شاطر تجري لي ورا خير بيه عشان علاوه 3 جنيه؟ اسمع، انا هديك فرصه لحد بكره تفكر، اذا ما وافقتش انا هجيب اي واحد غيرك. فعلا انا محتاج مهله للتفكير. عن اذنك. حاضر، انا هتصرف معاك. يا اخويا بلا خيبه كده، حد تجيله الفرصه لحد عنده ويقول افكر؟ يا راجل يا راجل كبر مخك شويه. الراجل يقول لك هزود لك المهية الطقطقين، وانت تقول له اديني فرصه؟ الطقطقينه بس، ده غير الحوافز يا عديله. حفاوز؟ ايه الحفاوز دي يا اخويا؟ حوافز، حوافز يعني المكافئات التشجيعيه. فهمت، يعني اوبر تايم كمان. فالح يا اخويا، الفقري يفضل طول عمره فقري. الله يرحم ايام اسكندريه اما قعدت تزني لي برضه وتقول لي ده صح وده غلط وده تزوير وده تحايل لغايه اما رفدوك. وبعدين الراجل يقول لك هديك الوظيفه الكبيره دي كلها وانت تقول له اديني فرصه؟ طب ليه؟ طب اقعد يا عديله واحنا نتفاهم بالهداوه، كل شيء بالعقل. عقل؟ هو انت خليت فيا عقل؟ يا راجل فكر فيا انا، فكر في ولادنا. يا عديله افهمي، الراجل ده حرامي وانا لا يمكن اخليه يستغلني. مش بس كده، انا لازم انبه خيري بيه قبل ما انهب الشركه. كمان هتقول الخير بيه؟ يعني عاوز توقع بينهم عشان يرفدوك؟ يا عديلة فهميني، الراجل ده فاهم ان انا اترفدت لما اكتشفت بعض الموظفين بيزوروا بالحسابات وحاول يكذبني، واستغلوا غلطة صغيرة في حساباتي وحاولوا يتهموني انا بالتزوير،
وقدر يأثر على شريكه لحد ما خلاه يرفدني. كل ده أنا عارفاه وفات وقته من زمان. ظهور محسن بقى جدده من تاني. الشيء اللي معرفوش هو إن أنا عرفت عنه كل حاجة بعد ما اترفدت، وعرفت إن شريكه كشف سره، وعرف إنه بيختلس أموال الشركة، وأجبره إنه يتنازل عن نصيبه وإلا يبلغ عنه النيابة. يا مصباح يا مصباح، إحنا مالنا إحنا يا أخويا؟ مالناش دعوة، إحنا عندنا عيال عايزين نربيها. اعمل معروف، اقبل الوظيفة يا أخويا، ما تضيعش الفرصة، وهو إذا سرق أو اختلس هتيجي على دماغه. وعلى دماغنا كمان، ويمكن على دماغنا لوحدي. ليه؟ وإنت مالك إنت؟ أنا مالي إزاي؟ أنا مش هكون دراعه اليمين؟ يعني لو تربيت على دماغه هيقطع دراعه وينفد هو بجلده. للدرجة دي؟ وأكتر يا عديلة. وطبعا أنت مرضكيش هدخل السجن. يا لهوي، الشر برا وبعيد يا أخويا، إن شاء الله عدوك اللي يكرهك. ده كلام، اعمل ما بدالك يا مصباح. البت عبير بتعيط، كمل أنت بقى تقطيف الملوخية وتخرتها عبال ما أشوف عبير. تقطيف الملوخية وتخرطها. طيب وعمل التقلية برضو، مفيش مانع. أنا من إيدك دي لإيدك دي يا محسن بيه، ومستعد لتنفيذ كل توجيهاتك. أنا اخترتك أنت بالذات للوظيفة دي لأن اكتشفت أنك ملحلح كده ونشط ومفتح، ولعلمك لولا مرض خيري بيه وزيادة المسؤولية عليا أنا كنت قمت بالأعمال دي كلها لوحدي، فاهم؟ قدها وقدود يا بيه. تحب انقل لك مكتبك جنبي هنا؟ لا لا مفيش داعي. يستحسن افضل مكاني عشان اكون عينك السهرانه. لا تعجبني انت هاي. طب يا فندم اي خدمه؟ لا اتفضل انت، متشكر. لو سمحت ممكن تنده للجدع اللي اسمه انديل افندي ده؟ انديل قصدك يا فندم الاستاذ مصباح؟ يا سيدي هو ده جرين ده. امرك. الظاهر صاحبنا راضي عنك. راضي عني؟ كلمه راضي عني مش كفايه. طب خلي بالك من نفسك بقى عشان تقع. ما تخافش عليا، على فكره محسن بيه عاوزك. عايزني انا؟ ايوه. تعرفش عايز ليه؟ لا ما قاليش. تقدر تقولي بقى حكايتك ايه بالظبط؟ هقولك الحكايه وما فيها اني بقيت دراع محسن بيه اليمين، يعني بقيت الراجل التاني هنا. الراجل التاني هنا؟ مصباح افندي نور الدين. كده صح، المره دي قلت صح. انا دايما صح. اسمع يا مصباح افندي، انا سبق وكنت عرضت عليك وظيفه اكبر بمرتب اكبر، وانت طلبت مهله عشان ترد وبعد كده رفضت، صح؟ صح. عظيم. وحيث بقى انك رفضت فانا اضطريت اسفا ان اسند الوظيفه لواحد تاني. اتاري داخل مزقطط. مين هو اللي مزقطط؟ لا لا ما تاخدش بالك يا سعاده البيه، انا كده احيانا اكلم نفسي. انت عارف يا مصباح افندي اللي بيتكلم نفسه يبقى ايه؟ انا عارف نفسي كويس يا محسن بيه، عاقل جدا. ودلوقتي سيادتك طلبتني ليه؟ شو بقى يا سيدي، حس ان اعمال المراجعه كلها اسندت لمجدي، وحس ان انت برضو راجل موظف كفء ونشيط، فانا قررت ان اسند لك وظيفه تناسبك. وانا تحت امرك. عظيم. انا قررت اعمل حركه تنقلات صغيره كده. عبد الستار افندي هيتنقل من الارشيف وانت هتحل مطرحه. اظن ما عندكش مانع. لا عندي مانع وعندي 60 مانع. انا ما اشتغلتش في الارشيف، انا طول عمري بتاع حسابات واخدها وراثه ابا عن جد. مصباح نور الدين لا، ارشيف لا، وبقول لحضرتك لا او الف لا. محسن بيه انا لا يمكن اسكت على كده، انا هروح لخيري بيه واقول له على كل حاجه. ايوه انا هتكلم، مش هسمع كلام عديله. عديله؟ تطلع مين عديله دي؟ موظفه عندنا؟ انا ما قلتش عديله. انا سامعك بوداني. جايز قصدت اقول عديله وانت سمعتها كده. هو اصله كان بينصحني قبل الوظيفه، وطبعا انا رفضت مشورته. انت رفضت لانك ما انتش عارف مصلحتك فين. ما علينا، يا تقبل وظيفه الارشيف يا تكتب استقالتك فورا. ولعلمك خير بيه عيان جدا، ولو كلمته في الموضوع ده ممكن تحصل له مضاعفات وهتبقى انت السبب. خلاص انا هستلم الارشيف، بس ارجوك اديني مهله لبكره.
مهلة تاني؟ ليه؟ عايز تستشير عديلك؟ لا، المرة دي مش هستشير حد. كل ما في الأمر أنا عايز أرتاح النهاردة، أريح أعصابي وبكرة استلم. خلاص وهو كذلك. يا قوي على كل قوي. مصباح، رجعت تتكلم نفسك تاني يا مصباح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مالك يا مصباح أفندي؟ لا لا مفيش حاجة، بس أنا تعبان شوية. بس إحنا سمعناك وأنت بتزعل محسن بيه. أبدا أبدا، كنا بنتناقش ويظهر إن أنا صوتي عالي شوية. أنا هريح النهاردة وبكرة إن شاء الله أجي. أجي أوصلك؟ لا لا، شكرا يا غندور. أيوة محسن، بس أنت ليه نقلت الأرشيف؟ ما عجبنيش شغله إطلاقا يا خير بيه. حساباته مش منتظمة، وبعدين رفض إنه يتجاوب معايا في تطوير طريقته في الحسابات. إنما يظهر إن أنا فعلا كان لازم أخد رأيك. لا لا أبدا، اللي تشوفه يا محسن، أنا طبعا فوضتك تتخذ أي إجراءات فيها صالح الشركة. ما هو من المنطلق ده أنا تصرفت. بس أنت مش شايف إن مجدي لسه عظمه طري؟ لا إطلاقا، ده خامة ممتازة، بالعكس ده تجاوب معايا بسرعة جدا. خلاص يا محسن، اللي تشوفه. الدواء يا خير. شكرا. بالشفا إن شاء الله. بالشفا. شكرا. خير بيه، أنا مش عايز أتعبك، بس أنا معلش معايا شوية فواتير ومستندات، لو تكرمت اعتمدها لنا. وبعدين يا محسن، البركة فيك يا أخي. لا ده انت صاحب الشركه ولازم تبقى ملم بكل كبيره وصغيره فيها بعد اذنك. خلاص شكرا. القهوه محسن بيه. من يد من اعدمها يا فندم. خير بيه، تسمح تراجع؟ بقى معقول كده يا محسن؟ اراجع وراك يا راجل. اتفضل. طيب معلش انا مش هلحق اشرب القهوه عشان ورايا شغل، استاذن انا بقى. اتفضل. طب اوصلك؟ لا معلش انا عارف سكتي، خليك انت مع خير بيه. عن اذنكم. مع السلامة. ايه ده بس يا خير، ازاي تمضي له كده بكل بساطه؟ تعرف منين انه ما بيغشكش؟ لا 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 يا سميحه، معقول للدرجه دي؟ لا لا لا، محسن انسان طيب وصديق قديم وراجل غني ومش محتاج للوظيفه دي. ده كتر الف خير انه قبل العمل معاه. ايوه، ما انت كمان عملت له المرتب 500 جنيه في الشهر. كنت عايزاني اديله كام؟ ما تنسيش انه قايم بعملي انا كمان. كان ممكن انا اقوم بالعمل ده واوفر لك المبلغ، لكن خلاص ما دام واثق فيه بالشكل ده اطلع انا منها بقى. الشاي يا مصباح افندي. لكن انا ما ضربت الشاي يا غندور، ثم انك جريء قوي يا اخي. ما انتش خايف لصاحبك محسن بيه يهفك جزا؟ اولا الشاي ده على حسابي انا، ثانيا محسن بيه خرج دلوقتي وخد معاه مجد افندي. ما تعرفش راحوا فين؟ راحوا البنك. حلو، كملت. ايه هي دي كملت؟ لا 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 مفيش حاجه، ما انت عارف ان انا بكلم نفسي احيانا. خد خدك سيجارة. من يد من اعدمها، بكرة ربنا يشفي خير بيه وترجع وظيفتك. يا سيدي كلها وظيفة، المهم ان واحد اخر الشهر يتلاقي مع المهاية. يعني ما انت زعلان؟ لا لا وازعل ليه، بس انا صعبان عليها خير بيه قوي، اصلا ما اعرفش محسن قدي. ازاي الكلام ده؟ ده انا سمعت خير بيه بنفسي وهو بيقول انه يعرف محسن بيه من زمان. في فرق كبير بين انك تعرف واحد او تصاحبه وانك تشتغل معاه. قصدك ايه؟ لا قصدي خير، كل خير يا غندور يا اخويا. انت خايف منا يا مصباح افندي؟ واخاف منك ليه؟ اصلك كنت عاوز تقول حاجه كده وبعدين رجعت في كلامك، انت لسه تعرفني النهارده. صدقني يا غندور يا اخويا انا مش عايز اخبي عنك اي حاجه، بس اصلي الراجل محسن ده متخبر وشايف نفسه حبتين. برضه مش هو ده الكلام اللي كنت عايز تقوله؟ أوه، أما أمرك عجيب يا غندور، أنت كنت دخلت جوه أفكاري؟ هو ده بقى الكلام اللي كنت هقوله بالظبط. أنا ماشي، بس يكون في علمك أنا واخد على خاطري منك لأنك مش عاوز تكون صريح معايا. ما تبقاش عبيط أمال، كل الحكاية إن الراجل محسن ده أناني ما يهموش أخوه،
يعني مش جاي يشتغل مع خيري بيه عشان سواد عيونه. قصدك تقول ان ايده طويلة؟ لا لا لا، مش للدرجة دي يا اخينا. لا تعجبني يا مجدي، انا دلوقتي اقدر اطمن لك، بس حسك عينك حد في الشركة يعرف حاجة. وانا مجنون ولا عاوز نودي نفسي في داهية؟ انت مش تخبط قبل ما تدخل؟ مش انا اللي اخوني الامانه يا محسن بيه، انا محسن بيه طول عمري انسان امين واحب جدا النزاهه. اسف يا محسن بيه، مش هتتكرر مره تانية. ولا يهمك منه يا محسن بيه، واضح انه قفل ومحسوبك قدر يغلوش عليه. لا حاسب من الاشكال دي ما يغركش شكله كده، اوعى تغلط قدامه بكلمه، فاهم؟ اطمن يا ريس، محسوبك مفتح. طيب خد، انا محضر لك قرشين مؤقتا كده من تحت حساب العمليه. متشكر يا محسن بيه، ربنا ما يحرمني منك. شوف اطمن، عمليه مامونه لا يمكن تتكشف. يا مجدي انا اخطط وانا انفذ. تعجبني. حد قدك يا عم، الحق تسافر. ده انت بالك رايق قوي النهارده يا مجدي. نقوا بقى، انت فاكريني فرحان بالوظيفه الجديده؟ كان الله في عون مصباح افندي، انا عارف كان قادر يقوم بيها ازاي. امال قابلتها ليه؟ ما انتش عارفه ليه؟ انت عارفه كويس انا قابلتها ليه. دي القنطره، القنطره اللي هتختصر لينا الطريق، طريق مستقبلنا. ازاي تسمح لنفسك انك تطلع على اسرار الشركه؟ ها؟ انت المفروض انك تسلمني الجوابات دي مقفوله. اللي انا عملته هو الصح، الجوابات لازم تتفتح عشان تاخد رقم الوارد وتتثبت في الدفتر. انت هتعلمني الشغل يا مصباح افندي؟ انا اللي طول عمري صاحب شركات، هتيجي تعلمني الصح من الغلط؟ انت طول عمرك صاحب شركات، وانا طول عمري كاتب افهم في شغل الارشيف كويس. وعلى كل حال ما عنديش مانع تاخد دفتر الوارد عندك وتبقى تفتح البوسطه بنفسك. يا سلام، ولما اشتغل انا بالوارد تشتغل انت ايه؟ اسمع يا مصباح، انت من هنا ورايح. لحظه من فضلك. نعم، عايز تقول ايه؟ انا اسمي مصباح افندي، لكن مصباح في كده ما يصحش. انت تبطل غلبه، من هنا ورايح تسلمني الجوابات دي كلها مقفوله وانا اللي افتحها بنفسي، وبعدين بديها لك سراكه. اتفضل. وهو كذلك، عن اذنك. اتفضل. صباح الخير يا محسن بيه. اقفل الباب بسرعه وتعالى. خير؟ هيجي الخير منين طول ما مصباح ده في الشركه؟ وظيفه الارشيف بتخليه يعرف كل الاسرار، النهارده بالذات وقع في ايده جواب على العمليه اياها. طب وايه يعني؟ ما فيهاش حاجه. يعني ايه ما فيهاش حاجه؟ هو ايش فهمه ان كانت العمليه سليمه ولا لا؟ يا محسن بيه، مصباح افندي راجل على نياته وتفكيره ضيق. الظاهر انت اللي تفكيرك ضيق، انت ناسي انه كان مراجع حسابات وملم بكل اعمال الشركه؟ ولو مش هيوصل لحاجه من اللي حضرتك بتفكر فيها. عموما دي غلطتي انا، ازاي المراجع حسابات للارشيف لازم اشوف له وظيفه تانية فورا. انا مش قادر افهم انت ليه عامل له حساب. خليه يسلمك الجوابات مقفوله وافتحها بنفسك، وبعد كده اديها له وسجلها، وبالطريقه دي تقدر تحجز الحاجه المهمه وما تديهالوش. يا اخي ما انا قلت له كام الاول، بس بالشكل ده هيشك، خصوصا لو حجزت اي جواب. طب والعمل؟ مفيش غير حل واحد، انا هخليه في الارشيف زي ما هو، يفتح الجوابات بنفسه، هديله الامان عشان ما يشكش في اي حاجه. وعلى رايك مش ممكن هيوصل لحاجه، خصوصا الدفاتر الماليه معانا. فعلا انا بلغت في الخوف بدون اي داعي. يا مصباح يا مصباح، ربنا يهديك، احنا مالنا ومالهم يا اخويا. خليك في نفسك انت، ولا انت عاوزهم يرفدوك؟ لازم خير بيعرف كل حاجه قبل ما يفلسوه. ما يفلسوه، احنا مالنا احنا؟ هو لما هيفلس هنفلس احنا؟ يا راجل انت عندك عيال عايز تربيهم. بقولك ايه، ما توقفيش في طريقي، انت اصلك ما تعرفيش محسن ده، وانا مش ممكن اشوفه بينهب اموال خيري بيه واقف مكتف ايديا.
ثم ان التستر على السرقه جريمه. ايوه يا اخويا، ما انا ما باخدش منك غير تفلسيف. خلاص انت حر، عشان بقى ما تبقاش تقول يا ريت اللي جرى مكان. اهلا وسهلا يا مصباح افندي، اتفضل. اهلا بيك يا استهانم، انا جاي عشان اشوف خيري بيه. عايزه في حاجه مهمه؟ اصل الدكاتره مانعين الزياره. الف سلامه ليه، انا قاعد اطمن عليه، هي دي واحده ومش غيرها. طيب بس ارجوك ما تقولوش حاجه تضايقه. طمني يا هانم. عم مصباح ازيك؟ الله يسلمك يا حبيبي. مالك مش منور كده يا عم مصباح؟ حلوه، اصل دينا لسه نهار يا ابني. يعني عيب كده، يلا على اوضتك. لا لا ارجوك ما تزعلهوش، خليه فرفش، الاولاد احباب الله. اتفضل يا مصباح افندي. اتفضل يا هانم. خير مصباح افندي، عايز اسلم عليك. اهلا مصباح افندي. لا بأس عليك، خير بيه. شكرا، اتفضل استريح. عن اذنكم. شكرا يا فندم، انا جاي لحضرتك في كلمتين. ايه يا مصباح افندي، هتتكلم تاني في العلاوه ولا في وظيفه الارشيف؟ لا 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 دي ولا دي، انا جاي لحضرتك في حاجه اهم وتهم حضرتك شخصيا. تهمني شخصيا؟ ايه هي الحاجه اللي تهمني شخصيا دي؟ باختصار خلي بالك من محسن بيه. انت بتقول ايه؟ فسر كلامك. محسن بيه ده راجل خطير، واستغل صداقته لحضرتك وعاوز يستولي على اموال الشركه. انت بتخرب، بتقول ايه يا راجل انت؟ انت فاهم معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ايه؟ بالراحه على اعصابك يا فندم، انا عارف انك مريض وخايف على انفعالاتك. بره، اطلع بره، مش عايز اشوفك هنا في البيت، اطلع بره. حاضر. بره. انا خارج، انا غلطان اللي بنور حضرتك، غلطان اللي بفتح عليك على الحقيقه. حاضر، انا خارج. محسن، الراجل ده ترفده، ما يستناش لحظه واحده في الشركه. ايه اللي حصل يا سميح؟ علم ايه اللي حصل يا خيري؟ ايه اللي جابه هنا ده؟ ده راجل اعمى البصيره، الحقد ملا قلبه، مش معقول. تصور انه كان بيوقع بيني وبينك. بيوقع بيني وبينك؟ كان بيقولك ايه؟ طبعا انا ما اديتلوش فرصه يتكلم. تصور انه كان بيحذرني منك، مش معقول، لكن ما لحقش يقول حاجه. حذرني؟ حذرك مني على ايه يعني؟ كل داك مني نقلته الارشيف. تقول ايه؟ نفوس ضعيفه. خلاص ارجعه الحسابات ما دام كده. لا 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 يا محسن، الراجل ده ما استناش لحظه في الشركه، لازم يترفد حالا. لا 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 معلش، هدي اعصابك يا خيري، مراته واولاده ذنبهم ايه بس؟ لا معلش يا خيري، سامحه المره دي. ده اكيد اكيد كان عايز يوقع بيني وبينك يا محسن. معقول هيقدر يوقع بيني وبينك؟ دي صداقه عمرها اكتر من 20 سنه، وانا شخصيا مسامح. الله، انا مش عارفه انت هتفضل حاطط ايدك على خدك لحد امتى يا راجل؟ روح الشغل بتاعك بقى واهتدي بالله. بقول لك رفدوني يا عديله، عاوزين اروح اقول لهم ايه؟ عاوزاهم يطردوني من الشركه. هما مين دول اللي رفدوك يا مصباح؟ جالك جواب رسمي؟ حد مضاك على حاجه؟ من غير ما يمضوني. لا يا اخويا، دول يمضوك ويمضوك، ولا انت بتتلكك عشان ما تروحش الشغل؟ بقول لك البه بنفسه قال لي مش عايز اشوف وشك تاني. ما انا عارفه، عارفاك دماغك ناشفه، شورك من دماغك. يا ما قلت لك ما تروحش امبارح ما سمعتش كلامي. اهو ده اللي حصل، وعلى رأي المثل بقى، يا عامل الخير يا عامل الشر. طيب قوم يا مصباح، قوم روح الشغل بتاعك يا اخويا، وان شاء الله ما حدش هيكلمك. قوم بقى يا اخي، وبلاش حكايه عندك ده. امري لله. بقى كده يا راجل كده تحاول توقع بينه وبين خير بيه؟ معلش انا اللي كنت فاكرك دراع اليمين، لكن زي بعضه. انا اصلي راجل متسامح وطيب، وخير بيه كمان سامحك، انا خليته سامحك. علوم الطمر يا محسن بيه، خير بيه ما ادانيش فرصه اتكلم، ما رضيش يسمعني، وانا قدامك اهو، عايز ترفدني ارفدني. انا عارف انك بقيت الكل في الكل هنا، والكلمه كلمتك. لا انا بقى ما يخلصنيش النقطة عيشك. مش بقول لك انا راجل متسامح وقلبي زي اللبن الحليب؟ يلا يلا روح شغلك
وانسى اللي حصل. ضروري مخمن لي حاجة. يلا يلا واقف ليه؟ يلا يلا يا مصباح يلا روح شغلك. الو محسن خيري مات يا محسن. الهان يا محسن ارجوك تعالى تعالى حالا ودي خبر لكل الموظفين. الراجل مات يا عديلة. عرفنا يا اخويا ان الراجل مات. قلت لي الكلام ده يجي 100 مره قبل كده. يا خوفي لكون انا السبب. يا راجل يا راجل بطل هلوسه. الاعمار بيد الله. هو نعمه بالله يا ريتني ما زرته. يا سلام جاي تندم دلوقتي؟ ما قلت لك من الاول ما سمعتش كلامي ليه؟ انا فعلا راسي نشف عديلة، لكن عمري كنت حقود. طول عمري احب خير للناس وبحاول بطريقتي ابعد عنهم الشر. ما هو ده اللي جابنا ورا يا اخويا. طيرت وظيفة اسكندرية عشان تبعد عنهم الشر، كنت هتترفد تاني عشان تبعد عنهم الشر. يا راجل سيبك من الناس وسيب الملك للمالك. فعلا انا اسلمني اكون في حالي وعلى رأيك اسيب الملك للمالك. انا ازاي فاتتني الحكمة دي؟ تعرفي اول مرة اكتشف انك ست حكيمة. يا اخويا يا اخي صح النوم. طيب استاذن انا يا فندم. متشجره قوي يا محسن بيه. انا مش عارفه اودي جمالك دي فين. مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. وليش كده يا سبيحه هانم؟ ده المرحوم كان اكتر من اخويا. اتفضل. البقاء لله استهان. متشكره قوي. السلام عليكم. مع السلامه. معقولة؟ معقولة؟ ايه اللي معقولة معقولة؟ هي عايزة كده؟ عايزة تدير الشركة بنفسها؟ عايزة تاخد الفرصة اللي حرمها منها جوزها يا سيدي؟ طب وناوي تعمل ايه؟ انا عارف هنتصرف هيتصرف. الحاجة الساعة. انا قلتلك 100 مرة اتخبط على الباب قبل ما تدخل. ما عرفتش خبط خفت السماية تقع. اتفضل اخرج واقف الباب وراك يلا. امرك يا محسن بيه. الجدع ده نظراته مش عجباني. ايه ابتديت تخاف ولا ايه؟ المهم ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ كل حاجة هتمشي طبيعي. سميحة هانم بتثق فيا اكتر من جوزها كمان. بس على اي حال هنوقف العملية كام يوم كده لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل. يلا يلا روح مكتبك انت دلوقتي عشان حد يلاحظ حاجة. اكيد الجدع اللي اسمه محسن ده بيجرجر مجدي اللعبة كبيرة. طب انت عرفت منين؟ من يوم ما اشتغل هنا. وهو ايه؟ انت شفت عليه حاجه؟ اكتر من مره ادخل عليه الاقيه موطي على مجدي وبيوشوشه. النهارده دخلت عليهم لقيتهم عمالين يضحكوا. اول ما شافوني سكتوا. في ايه يعني ما يضحكوا؟ في ايه يعني ازاي؟ هو فات على موت المرحوم خير بيه اكتر من اسبوع. ضروري الحكايه فيها عنا. لان ولا حاجه ما تكبرش حكايه يا راجل. ودلوقتي روح اقعد مكانك عشان يظنوا ان في بينا حاجه. على رايك. عن إذنك. يا ترى أنت معاهم ولا عليهم يا غندور؟ مش عارف هواجهها إزاي لما تيجي الشركة. وأنت مين اللي قالك تواجهها؟ أقعد في مكتبك لا تكلمها ولا تكلمك. ما ده اسمه كلام؟ المفروض كل الموظفين هيكونوا باستقبالها ومش معقول انا شز عنهم. الله انا مش فاهمه انت خايف من مقابلتها ليه؟ انت ناسيه ان كل زملائي راحوا عزوا الا انا. وايه اللي ما خلاكش رحت معاهم يا فالح؟ عقده الذنب يا عديله. عقده ايه يا اخويا؟ يا اختي الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده. انا مش فاهمه انت ليه عاوز تحمل نفسك ذنب مالكش يد فيه؟ اهو ده اللي حصل. خفت اروح لها تطردني من بيتها فاخدتها من قصيرها. عذر اقبح من ذنب. عندك حق. اعمل ايه بس؟ على العموم اللي حصل حصل. خلاص يا اخويا اشرب قهوتك. وعلى راي المثل كل عقده ولها حلال. اصيله يا عديله. الست هاني وصلت يا مصباح افندي.
ومعانا عشان تستقبلها. هاني مين دي اللي عايزين نستقبلها؟ الست سميحة هانم. شاهل يا مصباح افندي. اهلا وسهلا مدام سميحة. الشركة نورت يا فندم. الحمد لله على السلامة يا ست هانم. شكرا. امال فين محسن بيه؟ راح البنك وجاي حالا يا فندم. اهلا 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 اهلا، شرفت الشركة سميحة هانم. اهلا يا محسن بيه. مجدي قال انك رحت البنك. الحقيقة انا رحت من بره بره قبل ما اجي الشركة عشان الحق اكون في استقبال سعادتك، والحمد لله وصلت في الوقت المناسب. اتفضل يا فندم. مالك يا مصباح افندي؟ سلامه ايه؟ انت وقعت عليه ولا حاجه؟ وقعت؟ لا لا انا ما وقعتش. امال مالك؟ انت تعبان من حاجه؟ في حاجه بتوجعك؟ انا عارف هو تعبان من ايه. اجيب لك دكتور يا مصباح افندي؟ لا لا يا بنتي متشكر، انا كويس، انا الحمد لله بخير. امال مالك؟ اقول لك انا الظاهر مدام سميحه ما سلمتش عليه وهي داخله. يا سلام، معقوله ده يكون السبب؟ طب وفيها ايه يعني لما مدام سميحة ما تسلمش عليه؟ فيها كتير يا بنتي، فيها انها مش عايزة تشوفني قدامها. طب ليه؟ انت عملت لها حاجة؟ هي متصورة ان انا السبب في موت جوزها. هي قالت لك كده بنفسها؟ مش لازم تقولي. مش بقولك مصباح افندي حساس حبتين، هروح اعمل لك فنجان قهوة. لا لا، هات له ليموناتة احسن. وجب. بقولك ايه يا مصباح افندي، مفيش داعي للحساسية اللي زاد عن اللزوم دي. انا غلطت اللي رحت له البيت. هو مين؟ المرحوم، ما كانش لازم اروح له. لا طب انت رحت له ليه؟ ابدا، كنت عايز احذره من محسن، اصلا اعرفه من زمان واعرف عنه حاجات كتير. لا علشان كده نقلك الارشيف. ده انسان مش كويس. انا خايف منه على مجدي، خايف لا يجيب رجله وياه. فعلا مجدي اتغير، ما عادش هو الانسان اللي كنت بعرفه زمان. كوبايه ليمون زمان ايه بالهنا والشفا. شكرا يا غندور. تشكرني على ايه بس؟ يا راجل واحد الله وما تحملش هم. ليلى، في جواب مستعجل عاوزك تنسخيه لو سمحتي. هحصلك حالا. قومي يا بنتي شوفي شغلك احسن يستقصدوك انت كمان. ولا يهمك، عن اذنك. محسن بيه عايزك يا مصباح افندي. يظهر الحكايه دي مش هتعدي على خير. ادخل. يا فندم. اسمع يا فند، انت اسمي مصباح. افند انت دي نكره، لكن اسم مصباح معرفه. انا مش فاضي للفلسفه بتاعتك. اسمع، مدام سميحه ما كانتش راضيه عن وجودك في الشركه اطلاقا، انما انا اقنعتها بانه مش من السهل فصل اي موظف، وتكفلت باني هبقى مسؤول عنك. تسمع تفسر كلامك؟ يعني ايه بقيت ولي امري؟ ولي امرك ايه يا جدع انت؟ مش حضرتك اللي بتقول تكفلت بيا؟ اسمع، من هنا ورايح تعاملك هيبقى معايا انا وبس، لان الهانم مش عايزه تشوف خلقتك اطلاقا. من هنا ورايح انا رئيسك المباشر، من هنا ورايح كل اتصالاتك تبقى معايا انا وبس، لان سميحه هانم بتعتبرك اللي قتلت جوزها. عشان بيه عاوز البوستة مصباح افندي. خد بديها له انت يا غندور.
انت ايه حكايتك بالظبط؟ ما تروق امال، ريح دماغك من الفكره حبه. امال فين مصباح فندم؟ في مكتبه، الظاهر انه تعبان شويه. بلا تعبان بلا كلام فارغ، اجري بسرعه عندها. يلا امرك يا فندم. الو، اهلا. ازيك يا شكري؟ ازاي صحتك؟ انا اللي فين؟ انا تحت امرك. خلاص خلاص، نتقابل الليله دي الساعه 9 في القهوه. اوكي، مع السلامه. ما لقيتوش على مكتبه يا فندم، الظاهر انه راح مشوار. هي حصلت يخرج من غير اذن؟ ما شاء الله، اول ما يرجع عندهولي حالا فورا. قوم يا مصباح، قوم اشرب كوبايه الليموناتة دي يا اخويا، قوم كده واخذ الشيطان، قوم ربنا يهديك. قلت لك ماليش نفس يا عديله. ياه، ماليش نفس، ماليش نفس. انت ايه حكايتك يا راجل انت؟ واخره رقدتك دي ايه؟ انت عايزهم يرفدوك عشان ناكل طوب؟ برضه انت مش قادره تفهميني يا عديله. مش مهم افهمك يا مصباح، المهم تقوم تروح تشوف شغلك وتفضك من اللي في دماغك ده. انت عارفه ايه معنى انها ترفض تسلم عليها؟ معناها ان انا السبب في موت جوزها، انا اللي موتت جوزها. شوف يا اخت الراجل، انت فاكر نفسك عزرائيل يا راجل انت؟ انت ناسي ايمانك بالله؟ انت ناسي ان الاعمار بيد الله؟ ونعم بالله، انا عارف ان عمره كان خلص والقدر جعلني السبب. لو ما كنتش رحت زرته في الليله المشؤومه دي كان ايه يا مصباح؟ كان برضه هيموت يا اخويا. اكيد كان هيموت، لان انا مؤمن ان لو كل اجل كتاب. بس كان هيموت بسبب تاني مش بسبب انا. مفيش فايده ابدا، افكارك دي هتودينا في 60 داهيه. يا راجل انت اعمل معروف، شيل الافكار دي من دماغك، مش عشان خاطري ولا عشان خاطر الولاد، عشان خاطر صحتك انت يا اخويا. طب سيبيلي دلوقتي عديله. حاضر يا مصباح، هسيبك يا اخويا اما اشوف اخرتها. يا رب. القهوه عند ليلى. شكرا. الا ايه اخبار مصباح افندي؟ ما بيجيش الشغل ليه؟ علمي علمك يا ليلى، مش كان يصح برضه زمايله زوروه؟ مش جايز يكون عيان؟ ولو كان عيان كان بلغ. ومين بس اللي هيبلغ يا ليلى؟ ده اكبر ولاده عمره 7 سنين. انا بقول ايه، تيجي نلم بعضنا ونروح نزوره؟ والله فكره، انا شخصيا ما عنديش مانع، بس المهم راي الزملاء ايه. انا هكلمهم. استاذ مجدي، ايه رايك نلم بعضنا ونروح نزور مصباح افندي؟ ونزوره ليه؟ ايه اللي نزوره ليه؟ مش جايز يكون عيان؟ على الاقل نطمن عليه. روح انت زوره وابقى تعال طمنا كده اهو. ايه رايك يا عبد الستار افندي؟ في ايه؟ نلم بعضنا ونروح نزور مصباح افندي. بقول لك ايه، شوف حد غيري قول له الكلام ده، مش كفايه اني ماسك شغله وشغلي؟ يا سلام على الدنيا، اروح اشوف باقي الموظفين. استنى يا غندور. افندي. بقول ايه يا غندور، خليك في حالك احسن، جايز مدام سميحة تطب علينا وتلاقيك بتكلم الموظفين وتطلب منهم يزوروا مصباح. وفيها ايه لما نزور؟ فيها ايه؟ انت ناسي؟ انت ناسي انه كان بيوقع بين المرحوم وبين محسن بيه؟ من مصلحتك ما تتحشرش في حاجة. هو ايه حكايته بالظبط؟ حد عارف؟ بقاله اسبوع لا حس ولا خبر. ما قدمش اي عذر؟ بقول لحضرتك ما اخترناش اطلاقا بسبب انقطاعه، انما انا بقى عشان ارضي ضميري قلت ابعت له الانذار ده، يمكن انذار ينبهه. هتبعته له مع مين؟ مع مين يعني؟ في البوسطه طبعا. لا يا محسن بيه، من فضلك بلاش البوسطه، غندور هو مروح يوصله له. اللي تشوفيه. مساء الخير يا استعديله. مساء النور يا سي غندور، اتفضل يا اخويا اتفضل. مال فين مصباح افندي؟ اهو عندك اهو. ايه ماله؟ عيان بايه؟ ولا عيان ولا حاجه يا سي غندور، ده مخه هو اللي تعبه وتعبنا وياه. اتفضل روح شوفه يا اخويا.
مصباح افندي، مصباح افندي، مصباح افندي. اتفضل استريح يا سغندور. مصباح، قوم شوف سغندور يا اخويا جاي يشوفك اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه مالك عامل في نفسك كده ليه يا مصباح افندي؟ اهلا وسهلا يا غندور. اهلا بيك يا اخويا. انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت بتجيش الشغل ليه؟ وحصل حاجه زعلتك مننا لا سمح الله؟ الست سميحه مش عايزه اشوف وشي، دي حتى سلمت على كل موظفين الشركه الا انا. انا في نظرها قتل جوزها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا مصباح افندي؟ انت لسه فاكر الحكايه دي؟ يا راجل وحد الله وسيبك من الافكار دي وما تبقاش حساس بالشكل ده. هو حساس بعقل يا سغندور؟ اعمل معروف كلمه يمكن يسمع كلامك انت. تقدر تقولي عرفت منين انها مش عايزه تشوفك وانها بتعتبرك قاتل جوزها؟ مش ضروري تتهمني صراحه. تجاهلها ليا قدام كل موظفين الشركه اكبر دليل على انها بتكرهني. وكمان طلبت من محسن انه بلغني ان انسان غير مرغوب فيا وانها مش عايزه تشوف وش في الشركه. طلب منك انك ما تجيش الشركه؟ لا. امال ايه؟ نورني. قال لي ما اتصلش بيها طول ما هي في الشركه. هي قالت لي قولي كده. اما امرك عجيب تقوم ما تجيش الشغل خالص؟ انت عايز تقطع عيشك بايديك يا مصباح افندي؟ اهون عليا يا غندور انها ترفد من كلمه شك واحده اتقال عني. اهون عليا من انها تهمني بكل نظره من نظراتها ان انا السبب في قتل جوزها. تاني قتل جوزها؟ مصباح افندي انا عارف ان عندك عزه نفس وكرامه وانك حساس زياده عن اللزوم، لكن مش بالشكل ده، مش بالشكل ده ابدا. ما يصحش تجني على نفسك وعلى غيرك بالافكار دي. ثم انا عايز اعرف حاجه تانية، انت ايه اللي بينك وبين محسن بيه؟ ايه اللي تعرفه عنه؟ يوه دي حكايه طويله يا غندور. ممكن اسمعها؟ مصباح افندي ارجوك ارجوك اتكلم. ادي كل حكايته يا استهانم. وطبعا انا ما سلمتوش الانذار لان ضميري ما طوعنيش. هو اللي قالك الكلام ده؟ واكتر يا استهانم، قال لي ان محسن كان بيزور في اوراق شركه اسكندريه وان مصباح افندي اكتشف التزوير. خاف محسن ينكشف عند شريكه، راح رافض مصباح افندي بسبب غلطه قلم واتهمه هو بالتزوير. ياه للدرجه دي؟ واكتر استهان اكتر. شريكه بعد مصباح افندي ما اترفض اكتشف التزوير بالصدفه، خلى محسن يتنازل عن نصيبه في الشركه بدل الفضيحه. اه علشان كده كان جاي يحذر المرحوم. خاف تتكرر معاكم حكايه اسكندريه، لكن المرحوم ما ادالوش فرصه. فعلا، لكن هو ليه ما جاش يقول لي الكلام ده بنفسه؟ يقول لك ازاي يا استهاني؟ اذا كان هو متصور ان هو السبب في موت المرحوم وانك تجاهلتيه وما سلمتيش عليه، ومن يومها وهو حزين ودموعه في عينيه. ياه انا ما كنتش اعرف ان هو حساس بالشكل ده. انا هروح ازوره بنفسي. ربنا يخليك يا سهانم. صباح الخير. صباح النور. طبعا حضرتك ما تعرفينيش، انا سميحه حرم المرحوم خيري. اهلا وسهلا يا ست هانم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه. اهلا يا ست هانم. البقيه في حياتك. حياتك الباقيه. امال فين مصباح افندي؟ موجود يا ست هانم، هصحي لحضرتك حالا. ثانيه واحده. مصباح يا مصباح مصباح. اتفضلي يا ست هانم اتفضلي اتفضلي استريحي. مصباح اصحى يا مصباح، ست سميحه جات لك بنفسها. سميحه هانم سلامتك يا مصباح افندي. الف سلام. سميحه هانم، انا ما كنتش اقصد، ولو كنت اعرف ما كنت زرته. كلام ايه اللي بتقوله ده يا مصباح افندي؟ انت مالكش اي ذنب في اللي حصل. المرحوم خيري كان عنده القلب وحالته خطيره. انت ليه عامل في نفسك كده؟ غندور قال لي على كل حاجه.
انا ما كنتش متصوره عشان ما سلمتش عليك تعمل في روحك كده. قولي له يا ست هانم قولي له. انا ما تجاهلتكش ابدا يا مصباح افندي. يوم ما جيت الشركه صدفت ان محسن جه وكلمني قبل ما اسلم عليك. انا عمري ما تجاهلتك ولا تجاهلت اي انسان ولا خطر ببالي ولو لحظه واحده انك السبب في موت المرحوم. صحيح يا سميحة هانم؟ طبعا يا مصباح افندي، انت حقيقي انسان طيب. كفايه انك انت كنت جاي تحذر المرحوم. انا كان قلبي عليه، خصوصا انه كان مريض ومسلم كل امور الشركه لمحسن اللي استغل صداقته القديمه بيه. الله يرحمه بقى، كان على نياته. انا بقى مش على نياتي، وهتاكد من كل حاجه بنفسي. بس من فضلك عايزك ترجع شغل من بكره وتنسى كل اللي حصل. الله يكبر بخاطرك يا ست هانم، زي ما جبرتي بخاطرنا. ومالكش دعوه بمحسن، عايزك ترجع طبيعي خالص عشان ما يشكش في اي حاجه، ومش عايزه اي حد يعرف ان انا جيت هنا. بس من فضلك من بكره تكون في الشغل. امرك يا سميحه يا هانم. طيب استاذن انا بقى. معقول كده يا ست هانم حضرتك تمشي من غير ما تشربي حاجه؟ معلش مره ثانيه. اوصلك يا هانم. لا خليك انت مستريح يا مصباح فندي. شرفتي وانستي يا ست هانم. سلام عليك. مع الف سلامه. مع السلامه. ممكن تسيب لي الاوراق دي شويه يا محسن بيه؟ تحت امرك، راجعيها على الاقل مالك. ان ما كانش يضايقك. لا ابدا، هيضايقني ايه؟ ده حقك. كل ما في الامر انها مش عايزه اتعبك. وتاكدي ان انا ما بتكلش على مجدي، براجع وراه اول باول. طبعا طبعا، ضروري يكون قلبك على مال صاحبك. الله يرحمه، هو كان صاحبي وبس. دي صداقه عمر يا مدام سميح. مصباح افندي، الحمد لله على السلامه يا مصباح افندي. مش قوي كده عشان ياخدوا بالهم. الله يسلمك يا غندور. الحمد لله بالسلامه يا مصباح افندي. الله يسلمك يا ليلى بنتي. مصباح افندي انت جيت؟ الحمد لله بالسلامه، الارشيف كان مضلم من غيرك. كفايه نورك عليا يا مجد افندي. افندي اقفل الباب وتعالى يا غندور. افندي مستهان. غندور انا عارفه انك انسان امين وطول عمرك في خدمه المرحوم، وهتلاقيني دايما مخلص لحضرتك يا استهان. عشان كده انا عاوزاك تيجي هنا الليله، بس مش عاوزه حد غيرنا يعرف. طمني يا استهاني، ما حدش هيعرف ابدا. انا هكون هنا الساعه 8 ان شاء الله. هتلاقيني من الساعه 7 منتظر حضرتك. ويكون في علمك ان ايام الغياب دي هتتخصم من مرتبك مع مجازاتك بخصم 3 ايام المرتب عشان انقطاعك عن العمل بدون اذن. مفهوم؟ اللي تشوفه يا محسن بيه. يا سلام، يعني ايه مش همك يا فندم؟ انا قلت اللي تشوفه، وسيادتك المدير ومن حقك تتخذ من الاجراءات اللي يتراءى ليك. ايه ماما بتدوري على حاجه؟ سيبني دلوقتي يا هاني، كمان الحق عليا اني عاوزه اساعدك. بدور على مفاتيح خزنه الشركه. وده عاوزه تدوير، المفاتيح اكيد تلاقيها مع محسن بيه. المفاتيح الاحتياط يا فالح. سيبينا اجيبها لك، انا شفت بابا مره وهو بيشيلها. طب هاتها بسرعه. حاضر. اهي اهي مفاتيح الخزنه والمكاتب. ده رايي الاخير يا مجدي. وبعدين حكايه الجواز دي بقى شيلها من دماغك خالص. طب افهم ليه؟ ايه اللي حصل عشان تغير رايك مره واحده؟ لا ما حصلش حاجه، بس انا افضل ان احنا نفضل زملاء. على فكره مفيش داعي نتقابل تاني. ما هو لازم اعرف ليه؟ من حق اعرف. افتكرتك هتعرف لوحدك. تقصدي ايه؟ تصرفاتك يا مجدي انت ومحسن بيه هي السبب. الكل بدا يتكلم عنكم. الكل زي مين وبيتكلم عن مين؟ عن محسن بيه؟ محسن بيه انسان شريف، وانا وهو بنتعاون باخلاص لصالح الشركه. لكن الحاقدين ما بيسيبوش حد في حاله، قلوبهم مليانه بالحقد والغيره. على العموم انا قلبي عليك يا مجدي، اتمنى انك ما تتورطش في حاجه تندم عليها مع الايام. على اذنك. ارجوكي اديني فرصه ادافع عن نفسي. اسفه ما عنديش وقت.
الانهار يا ستي. اتفضل يا محسن بيه. شكرا. انا عايز اخد رايك في حاجه خاصه بالشغل هنا. انا تحت امرك دايما. انا قررت ان انا اعمل حركه تنقلات عشان عايزه اتفرغ لتربيه ابني هاني. خير ما فعلتي، الحقيقه ده كان رايي من الاول زي راي المرحوم بالظبط. في الحقيقه انا محتاجه لمدير عام يكون كفء ومخلص وامين في عمله. سميحه هانم، اخجلتم تواضعنا. نعم استهاني. انده لي مصباح فندي. امرك استهاني. مصباح ده انسان ناكر للجميل، انا معرفش المرحوم كان مستحمله ازاي. كان مستحمله علشان مخلص يا محسن بيه. افندم. افندم يا جناب المديره، انا ما اعترضتش على اي خزه. محسن بيه قال لي انكم هتخصموا ايام الغياب وهتجازوني بخصم 3 ايام من المرتب. قلت له امرك يا فندم، واقسم ان انا ما اعترضت على اي حاجه. انا مصدقاك يا مصباح افندي. بتقولي يا سميح؟ مصدقاه يعني؟ لكن من فضلك ما تقاطعنيش مصباح افندي، من فضلك امضي على القرار ده. لكن كده حضرتك يعني. امضي اسمع كلام ستان. حاضر. انا استهاني. ايوه انت يا مصباح افندي. لكن ده كتير يا استهاني. لا مش كتير، انت تستاهل الرفض. وانت اتفضل امضي على ده. تحت امرك يا ستي. انا معقول؟ انت طبعا قصدك مصباح. انت غلطانه هنا. بصي انا مش غلطانه يا محسن. محسن اتفضل امضي على الاستقاله. افهم ليه السؤال ده تساله في النيابه. نيابه؟ هي حصلت النيابه؟ انت فاكرني حاسكت على التزوير يا غشاش؟ طبعا هبلغ النيابه. عملتها يا مصباح. مصباح ما عملش حاجه، انا اللي مش مستريحه لك من الاول. اتفضل امضي الاستقاله. اتفضل يا سعاده بيه. مقدم جمال عبد الحميد من مباحث اسكندريه. اي خدمه؟ تسمحوا لي امشي انا عشان. لحظه من فضلك، انا جاي لك انت مخصوص يا محسن. محسن؟ يا ايه الحكايه النهارده؟ قطعا مش قصدك عليا انا. قصدي عليك انت، لانك متهم في قضيه تزوير مستندات وتكوين الشركه وهميه للتحايل على المواطنين بالقضيه 512 جنايات محرم بيه. انعم واكرم. لا حضرتك غلطان، قطع مش علي انا. بكل تاكيد انت، ولا ناسي انك زبون قديم. دي تهمه ملفقه يا سعاده بيه، ملفقه، وانا هرفع قضيه وهطالب برد شرف. مال ابقى اقول الكلام ده قدام النيابه. انا اسف يا فندم للازعاج. السلام عليكم. طبعا اذنك يا سميحه هانم، يومين ثلاثه بس اخلص سوء التفاهم ده وارجع اتفاهم معاك. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل. مع السلامه. عن اذنكم راجع لك. اتفضل اقعد مكاني يا استاذ مصباح. استاذ انا استهلم. ايوه يا استاذ مصباح اتفضل اقعد. العفو يا هانم العفو. ما تسمع الكلام يا مصباح افندي. غندور من فضلك سيبنا لوحدنا. امرك. الله ينصرك يا ست الكل. ابعت لي مجدي. امرك استهانم. اتفضل يا مصباح افندي. اتفضل. عايزك تمضي مجدي على الاستقاله دي. هو حضرتك ناويه تبلغ عنه؟ في الحقيقه انا كنت ناويه ابلغ عنه، لكن بعد القبض على محسن غيرت رأيي بالنسبة لمجدي. أفندم يا سيادة المديرة. المدير عندك أهو. أفندم يا مصباح بيه. الحقيقة سميحة هانم كانت كريمة جدا معاك رغم كل اللي أنت عملته. اكتفت بأنك تقدم استقالتك وبس. مظلوم يا ست هانم. أنا كنت ضحية. ضحية سهلة، كان ممكن ترفض زي مصباح افندي ما رفض. سامحيني يا استهانم. أنا فعلا هديلك فرصة جديدة ومش هبلغ عنك، بس خلاص مش هتشتغل عندي، امضي استقالتك ومع السلامة.
مبروك مبروك على الشركة الأستاذ مصباح. حضرتك فعلا عرفت تختاري. مع السلامة. انت قلبك كبير يا سميحة هانم. حبيت اديله فرصة جديدة، جايز اللي حصل له ده كله درس وهو لسه في اول الطريق. وما تنساش ان المرحوم اساء الاختيار. الله يرحمه. طيب انا همشي دلوقتي ومتكل على الله وعليه. لا ارجوك يا سميحة هانم ما تسيبنيش لوحدي، انا مش قد المركز الكبير ده. ايه الكلام ده يا راجل، انت قدها وقدود. انا المرة دي اخترت ومتأكدة ان انا احسنت الاختيار. ده شعور جميل منك قوي يا سميحة هانم. ابدا هي دي الحقيقة. وعلى العموم انا مش هسيبك لوحدك، كل يوم والتاني هجيلك هنا. سلام عليكم. مع السلامه.